عشان تغيري فيديو جديد. اليوم بغيت نعرفكم بعض الأشياء نتاعي اللي غيكونوا فيها تحديات اللي زوينين بعد أخوان بسكيات ومقالب أختي إحسان و بالكلام. بواحد الشيء اللي معروفين به فرنساويين ناقلهم اللي هو سكيت، تعرفوا تعالوا ندخل باش نلاقي حاجة بغيتوها اكتبوها لي في الكومنتار باش يوصلكم الجديد نتاعي. سو دابا غادي نخرجو من هاد البلاصة باش نوريكم. نعم الدراري، سو مقتيناش نخرجو من هاد البلاصة. انت دابا ملي كنتي باش نخرج كتختاري رجلي في هاد التقيبة. انت دابا غادي نخرج، هي غادي نخرج. انا هو الماهر في هاد السطح، كنمشي فين ما بغيتي. نمشي لك هاد السطح على مولاه. المهم الدراري، ديما غادي نبقى نبدا لكم الفيديوهات في هاد البلاصة. من لهنا غنبقى نقول لكم السلام عليكم. من لهنا غنبقى نقول لكم السلام عليكم ديما. من لهنا السلام عليكم الدراري، يلا بيس. تهلا الفيديو الجاي ندير لكم فيه شي تشالنج بعد سكيت زوينين ياكم. فيديو الجاي يلا بيس. دعمونا بلايك وسبسكرايب وعندكم ما تفعلوش الجرس لكم الجديد. اكتبوا لي في الكومنتات التحديات اللي بغيتوا نبان لكم.